يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. كالعادة حلقات مهمة بالتحديد في الفترة الحالية والمرحلة الهامة جدا اللي بيستعد من خلالها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمشوار وموسم هيكون صعب وشاق بشكل كبير قوي على مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري. فاهتمام كبير جدا كالعادة بكل الكواليس والتفاصيل والأخبار اللي بتخص نادينا الحبيب النادي الأهلي، وأكيد هنتطرق لبعض الأخبار اللي بتتعلق بالجانب المحلي وأيضا الجانب العالمي من خلال فقرات متعددة في حلقتنا النهاردة من برنامج الترند. دايما بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة، والسؤال بيخص الفريق الأول لكرة القدم وقرار كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. رأيكم إيه في قرار تطبيق نظام اليوم الكامل بالنسبة للاعبين في إطار الفترة الحالية اللي بيستعد من خلالها الفريق للموسم الجديد بإذن الله تعالى؟ هننتظر تفاعل حضراتكم معنا من خلال هذا السؤال، وأيضا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعلكم في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد. لكن دايما أكيد عندنا عناوين مهمة لحلقة النهاردة، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الفريق يبدأ مرحلة جديدة من التدريبات. الجهاز الفني يترقب منافس الأهلي في دوري الأبطال. وفي الترند المحلي، فيتوريا يعلن قائمة المنتخب النهائية اليوم. قبل ما نخوض في بعض التفاصيل المهمة، خلينا نشوف أهم وأبرز المباريات في مختلف البطولات سواء الإفريقية أو حتى العالمية. فنبتدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا والدور التمهيدي، دور الـ 64. وإحنا عارفين إن الدور ده بيشارك فيه الفرق اللي هي يعني آخر خمس سنوات ما حققتش نتائج جيدة بالتحديد في البطولات الأفريقية المختلفة، فطبيعي قوي ان هم يبتدوا من دور التمهيدي. في مقابل طبعا النادي الأهلي اللي هو افضل نادي وصاحب التصنيف الأول في القارة الأفريقية مش بيخوض هذا الدور وبيبتدي من دور الاثنين و30 يعني، وده الطبيعي في الحقيقة. لكن في كل الأحوال احنا عندنا ماتشين يهمونا قوي من خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا النهاردة، لان في اكتر من ماتشين في الحقيقة. لكن اهم ماتشين بالنسبة لنا، والماتش الأبرز هو مباراة الاتحاد المنستيري التونسي مع الجيش الرواندي. الماتش ده يهمنا ليه؟ لان احنا هنقابل الفائز من الفرقتين. مباراة الذهاب هناك في رواندا الجيش الرواندي فاز بنتيجة 1-0 على الاتحاد المنستيري، لكن مباراة الاياب اللي شوطها الاول انتهى من دقائق قليلة متفوق الاتحاد المنستيري بنتيجة 2-0. بالنتيجة دي هو المتأهل لملاقات النادي الاهلي بإذن الله تعالى في دور 32 من بطولة دوري ابطال افريقيا، هذه بطولة مفضلة للنادي الاهلي وجماهيره. الشوط الثاني اكيد هيبتدي، هنترقب ونشوف الامور هتخلص على ايه، واكيد يعني نقول لحضراتكم كل الجديد اللي بيتعلق به هذه المباراه. ومباراه الاهلي في دور 32 هتبقى يوم 7 او يوم 8 من شهر 10، مباراه الاياب في الغالب هتكون يوم 15 هنا في القاهره على استاد الاهلي والسلام. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذا التحدي الهام. المباراه الاخرى هي مباراه إليكيت سبورت مع الزمالك، ودي ايضا مباراه اكيد مهمه لنادي الزمالك اللي بيشارك في الدور التمهيدي من بطوله دوري ابطال افريقيا دور ال 64، وهي مباراه هناك خارج ملعبه هتقام بالتحديد في الكاميرون، فايضا هنترقب نتيجه هذه المباراه. طيب ده بخصوص دوري ابطال افريقيا، خلينا نروح لمباريات اليوم في الدوري الانجليزي. النهارده في ماتشين بس بالتحديد في هذه الجوله، اللي غاب عنها ليفربول وتشيلسي كان عندهم مباراة مرتقبة مع بعض، وأيضا في مباراة أخرى مش متذكر مين مع مين في الحقيقة، برضو المباراة تأجلت. لكن في كل الأحوال أرسنال بيعود للصدارة من خلال تفوق ساحق ونتيجة كبيرة على برينتفورد، هذا الفريق المميز برضو بالمناسبة، نتيجة 3-0. أرسنال في الحقيقة عامل موسم لحد دلوقتي طبقا أو مقارنة بالمواسم السابقة هو موسم إعجازي لحد دلوقتي، لأنه كسب كل ماتشات وخسر ماتش واحد بس قدام مانشستر يونايتد في الأولد ترافلد. فمع أرتيتا بالعناصر الجديدة بالتدعيمات المميزة ماشيين بشكل أكثر من رائع في بطولة الدوري حتى الآن. ده مش معناه إن هم الأقرب للفوز بالبطولة، لكن واضح إن هم داخلين في المنافسة، وبالتحديد بخصوص كمان التوب فور والتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا يعني. فالمباراة خلصت بتقدم أرسنال 3-0، الماتش ده كان يتلعب الساعة 1 الظهر يعني. المباراة الثانية بتتلعب في هذه اللحظات ما بين إيفرتون وويستهام، إيفرتون متقدم بنتيجة 1-0. أيضا في عدد من المباريات في مختلف الدوريات الأخرى، نبتدي أو نروح للدوري الإسباني،
والنهارده كانت مباراه اوساسونا مع ختافي، ختافي فاز 2-0، اشبيليه مع فيريال، اشبيليه فاز 1-0، او مباراه لسه ما انتهتش كمان لحد دلوقتي شغاله. الساعه 6:30 في ماتشين ما بين ريال سوسيداد واسبانيول، وايضا ريال بيتيس مع جيرونا. الساعه 9 بقى قمه الجوله طبعا، والديربي القوي جدا ما بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد. الكل اكيد هيترقب هذه المباراه وينتظرها بشكل كبير قوي يعني. اكيد ان شاء الله ريال مدريد يكون موفق في الماتش ده. خلينا نروح للدوري الايطالي وعدد من المباريات الاخرى. اودونيزي مع انتر، مفاجاه كبيره جدا. اودونيزي السنه دي عامل موسم ممتاز لحد دلوقتي، هو متصدر ترتيب الكالتشيو الايطالي نتيجه 3-1 او بشكل عام يعني مباريات متتاليه بيفوز، فهو المتصدر الترتيب في الجدول، هو المركز الاول. لكن النهارده كمان حقق مفاجاه كبيره بالفوز على الانتر بنتيجه 3-1. كريمينيزي خسر 4-0 من لاتسيو، المباراه بتتلعب لسه يا جماعه تقريبا صح؟ خسر 4-0 خلصت. طيب كمان كل ماتشات الدوري الايطالي اللي هنقولها دلوقتي انتهت، فلاتسيو نتيجه كبيره على كريمينيزي. مونزا مع يوفنتوس، اليوفي خسروا 1-0، النتائج غير جيده في الحقيقه. فيرنتينا فاز على هيلاس فيرونا بنتيجه 2-0، روما الساعه 6 مع اتلانتا، وميلان مع نابولي الساعه 9:15. دي اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات العالميه. طيب اكيد عندنا تفاصيل كتير جدا بتخص الاهلي بالتحديد، ومتابعه للاستعدادات المكثفه والقويه جدا من خلال الجهاز الفني الجديد مستر كولر، واخر الاخبار. كل الكلام ده هيكون معانا بعد الفاصل، فاستنوا. اهلا بحضراتكم مره تانية. قبل ما اتكلم على اخبار الفريق، وفي اطار يعني الحديث عن ارقام بعض من لاعبي النادي الاهلي على مدار فتره سابقه، وبالتحديد الموسم المنقضي اللي ما كانش موفق فيه اغلب اللاعبين، والنادي ككل الامور بالنسبه لنا ما كانتش في افضل حال، وفي البطولات بالتحديد ما كناش موفقين جدا. لكن في نفس الوقت يا جماعه ده مش معناه ان احنا ما عندناش لعيبه كويسه، فلازم نفكر بعض او نفكر البعض من جماهير النادي الاهلي بمستويات لاعبتنا وامكانياتهم الكبيره وارقامهم الرائعه ورصيدهم الكبير مع النادي الاهلي. هتقول لي هو انت بتمهد لايه وانت عايز تقول ايه يعني؟ مش عايز اقول حاجه والله، مالهاش علاقه بالصفقات بالمناسبه، يعني مالهاش علاقه بالصفقات، احنا جايبين 3 صفقات ولسه ممكن يكون في صفقه او 2 كمان يعني. هننتظر نشوف الامور ماشيه ازاي في النادي، واتكلمنا على قصه الصفقات دي بالاستراتيجيه بتاعت النادي وشرحنا لحضراتكم كل الامور بشكل مفصل يعني. لكن في نفس الوقت ممكن يكون عدد الصفقات مش كبير، لكن انت اوريدي عندك لعيبه مميزه جدا وعندك لعيبه سوبر، هم افضل اللاعبين في مصر، من افضل اللاعبين في مصر، فاكيد مش هتروح تجيب عناصر اخرى من الدوري المصري متشابهه الى حد كبير ويمكن تكون اقل كمان في الجانب الفني، فمش هتضيف بالنسبه لك يعني. ممكن الناس تفرح بعدد الصفقات وبالكم الهائل وجايبين 6 و7 وكلام من ده، بس ممكن يكون الكلام ده غير مجدي، هي مش بالكم بالكيف، ده امر مؤكد. فلازم ان احنا نتكلم على لعيبتنا الموجودين في فرقتنا، اللعيبه الثقيله قوي اللي تفرق معانا، اللعيبه اللي حققت انجازات وبطولات كتير جدا، ونفكر البعض بامكانياتهم ومستوياتهم عشان الناس تبقى مطمنه الموسم الجديد باذن الله للاهلي يكون موفق فيه. فخلينا مثلا نروح نشوف ارقام عمرو سوليه نستعرضها ونرجع نعلم. من اهم اللاعبين في مصر مش في النادي الاهلي عمرو السوليه طبعا، لعيب مؤثر، الاهلي بيحس بغيابه او جمهور الاهلي بيحس بغيابه لاسباب مختلفه بقى، سواء ايقاف او اصابه وكلام من ده، بتحس ان في حاجه ناقصه. ليه؟ لانه لاعب كفء، لاعب بيقدر ينقلك الهجمه بشكل مميز للخطوط الاماميه، بيساهم بشكل كبير جدا في اهداف متعدده في مختلف البطولات. كمان من ساعه ما جه عمرو السوليه هو احد العناصر الاساسيه، يمكن اول موسم او 2 ما كانش
بالصورة اللي هو عليها دلوقتي خلال المواسم الأخيرة بالتحديد، ما كانش بيشارك بشكل مستمر، كان موجود حسام غالي، كان موجود ناس كتير جدا في نص الملعب مميزة. فبالتالي عمرو السولية هو أحد أبرز اللاعبين في النادي الأهلي، وأحد أفضل وأبرز اللاعبين في وسط ملعب الكرة المصرية بشكل عام. ألقابه عديدة مع النادي الأهلي، 5 ألقاب في الدوري، 2 كأس مصر، 2 سوبر مصر، 2 دوري أبطال أفريقيا، 2 كأس سوبر أفريقي، 2 برونزية كأس العالم. عمرو السولية من الناس اللي جابت أغلى بطولة للنادي الأهلي، هي بطولة القاضية بتاعت قفشة. جاب هدف في أول الدقايق في المباراة، وهدف كان مهم جدا، يمكن الناس دايما بتركز على هدف قفشة، الهدف اللي كان في آخر الدقايق في الماتش، والهدف اللي كان مهم جدا في الدقيقة 85 45 ثانية، ومن خلاله الأهلي توج بأهم بطولة. لكن الناس تنسى شوية هدف عمرو السولية اللي جاي في الدقايق الأولى، اللي محتاجة شخصية للاعب يكون مش هايب الموقف، لاعب يكون نازل بمنتهى القوة بشخصية كبيرة جدا في الملعب، يقدر ان هو يتقدم في ركنية زي دي فيديك الأفضلية. فعمرو السولية من اللاعبين اللي في مصر اللي عندهم شخصية قوية في الملعب، وبالمناسبة اللاعبين دول أصحاب الشخصيات القوية في الملعب قلوا، ما بقوش كتير، مش زي زمان. احنا كان عندنا جيل ذهبي في الأهلي في منتخب مصر، هو تقريبا نفس اللعيبة يعني، اللي كانوا دايما بيلعبوا قدام كوت ديفوار بمختلف نجومها بيكسبوا 4، بيلعبوا قدام الكاميرون بكل نجومهم بيكسبوا 4، وهم لاعبين بيلعبوا في الدوري المصري. ليه؟ عشان شخصيتهم قويه في الملعب. من الناس اللي زي دي عمرو السولية، ده امر مؤكد. نتمنى له يا رب كل التوفيق، هو احد ابرز نجوم النادي الاهلي بكل تاكيد، وان شاء الله باذن الله يرجح كفه الفريق في منافسات قويه جدا في الموسم يعني اللي على وشك البدايه. نروح لواحد تاني من احد ابرز اللاعبين في تاريخ النادي الاهلي في مركزه، وساهم في اهداف عده مؤثره، ومن افضل الاجانب اللي في تاريخ النادي الاهلي، وواحد من اصحاب الخبرات العظيمه جدا جدا، واللي مؤثر للغايه، واللي يمكن في بعض الاوقات تحس ان الناس بتتصيد له الاخطاء او بتحاول ان هي تنتقده وخلاص. مش بتكلم على جمهور الاهلي، لا بتكلم على جماهير اخرى او اعلام بشكل موجه، او الامور اللي حضراتكم خلاص اتعودتوا عليها دلوقتي، واللي لازم ان احنا خدنا منها درس على مدار سنوات سابقه بالتحديد اخر سنتين. فانا كلامي هنا على علي معلول. خلينا الاول نعرض ارقام علي معلول ونرجع نتكلم. عايز اربط ارقام علي معلول والسولية بالصفقات الجديده ازاي. السولية في بداياته مع النادي الاهلي ما كانش هو اللاعب المهم قوي قوي زي دلوقتي في مصر كلها، مش في الاهلي بس، مع منتخبنا الوطني. لكن البدايات كانت صعبه، الجمهور كان بينتقده في الحقيقه، كان الناس يعني مش متفائله قوي بعمرو السولية. لكن دلوقتي السولية ايه؟ لا، حاجه تانية خالص، من اهم اللاعبين. نفس الحال بالنسبه لعلي معلول. علي معلول هي مباراه اللي كانت فارقه في مسيرته مع النادي الاهلي، كلنا فاكرين بدايته ما كانتش برضو افضل حاجه مع الاهلي من ساعه ما جه من الصفاقسي التونسي على ما اتذكر في 2016. حلو، لما جه علي معلول ماتشات يعني ساعات يبقى مستوى جيد، ساعات يتسبب في بعض الاهداف، لكن اهم مباراه دخلت علي معلول اجواء النادي الاهلي ونقلت علي معلول نقله ثانيه خالص، هي مباراه الاهلي والترجي في بطوله دوري ابطال افريقيا في 2017. مع الكابتن حسام البدري، مباراه الاياب بالتحديد هناك في رادس، ما اتذكر كنا تعادلنا هنا 1-1 تقريبا، رحنا هناك وانا كنت متواجد مع البعثه دي. علي معلول تسبب في هدف دخل مرمى النادي الاهلي في الشوط الاول، ويعني كان خلاص بقى الناس خلاص بقى جابت اخرها شويه، يعني بتكلم معاكم بمنتهى الوضوح وبشكل طبيعي جدا. الناس قالت لك بقى علي معلول ده كده مش هو ده المحترف، وازاي، وفي ناس ساعتها قالت لك ازاي يجي الاهلي يجيب مدافع يكون محترف وكلام من ده، لا لازم تدعم في الخطوط الاماميه. الشوط الثاني علي معلول جاب هدف وساهم في هدف لأجاييه عشان الأهلي يقدر يتأهل على حساب الترجي عشان يقابل النجم الساحلي في دور نصف النهائي.
دي اللي كانت المباراة اللي فرقت جدا جدا في مسيرة علي معلول مع النادي الأهلي. من بعدها علي معلول هو أحد أهم المحترفين في تاريخ النادي الأهلي وأحد أبرز اللاعبين اللي بيساهم بكل يعني إمكانياته المميزة في أهداف الأهلي المختلفة. اللي هو كمان حتى في الموسم الماضي اللي ممكن البعض قال لك لا مش هو ده علي معلول، لكن حتى الموسم اللي الناس انتقدت فيه علي معلول كان جايب أهداف كتير وصنع أهداف كتير، ما بالك ده لو في قمة مستواه. بعد فترة من الراحة كان محتاجها جدا اديها له النادي الأهلي هو وزملائه اللي كانوا مجهدين للغاية. فأكيد كل الإشادة بعلي معلول ومنتظرين منه الأفضل وأداء يكون أحسن بكتير جدا جدا، أحسن الموسم اللي فات بالتحديد في الموسم الجديد، وكل الثقة في علي معلول والسولية. وامبارح اتكلمنا على الشناوي وربيع، ولسه بكرة كمان هتكلم على اتنين تانيين من لاعبي النادي الأهلي بإذن الله. فإحنا عندنا قوام مميز جدا من اللاعبين بالإضافات كمان اللي جت، وأنا ربطت السولية وعلي معلول بالصفقات الجديدة عشان لازم يبقى في صبر عليهم، لازم يبقى في صبر عليهم سواء سافيو أو شادي حسين أو مصطفى سعد، هياخدوا وقتهم عشان يخشوا مع الفرقة إن شاء الله بإذن الله ما يكونش الوقت كبير. وأكيد لازم محتاجين دعم ومساندة من جمهور النادي الأهلي، وأي صفقة جديدة كمان هتيجي إن شاء الله محتاجين أو محتاجة كل الدعم والمساندة من جماهير النادي الأهلي. إن شاء الله نتمنى التوفيق لكل الفرقة في الموسم الجديد. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. طيب خلينا نطمن بشكل أكبر على فرقتنا وأقول لكم آخر وأهم الأخبار في إطار بداية معسكر الأهلي المغلق النهاردة، أول يوم لمعسكر الأهلي المغلق وتطبيق لنظام اليوم الكامل اللي هيتخلله تدريبين، تدريب صباحي وتدريب مسائي. المران الصباحي النهاردة كان مران مهم جدا جدا من خلال المدير الفني كولر وجهازه المعاون، واللي يعني ركزوا فيه على عدد كبير من الجوانب والفقرات المهمة في التدريبات سواء من خلال تقسيمة أو حتى من خلال بعض الفقرات البدنية. النهاردة خلال المران كولر قسم اللاعبين لمجموعتين، مجموعة كانت تحت إشرافه هو نفسه ودي كانت من خلال تقسيمه بالكورة، وكان فيها حماس كبير قوي قوي من اللعيبة وجدية واضحة وكل واحد عايز يثبت نفسه وإمكانياته للمدرب الجديد، ودي حاجة إيجابية في الحقيقة جدا. المجموعة الثانية كان عندها تدريبات بدنية مكثفة في الجيم الأول، وبعد كده نزلوا في الملعب أدوا بعض التدريبات البدنية الأخرى مع مدرب الأحمال أندريس أندويا، فبالتالي ده كان شكل المران النهاردة الصبح. كمان من أهم الأمور اللي كانت في التدريبات النهاردة كان في تدريب منفرد لثلاثي حراس المرمى طبعا اللي هو علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، احنا عارفين حمزة علاء مع المنتخب الأولمبي وطبعا محمد الشناوي مع المنتخب الأول، فبالتالي هم دول الثلاثي الموجودين دلوقتي خلال او يعني تقريبا 30 دقيقة تدريبات مكثفة جدا اشتملت على العرضيات والتصويب على المرمى تحت قيادة طبعا ميشيل يانوكن مدرب حراس المرمى العائد لقيادة تدريبات الحراس في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. كمان من ضمن الأخبار وحضراتكم طبعا بتشوفوا بعض اللقطات من التقسيم النهاردة في مران، إيه ده إيه ده استنى، لا الكرة دي حلوة قوي، الكرة دي حلوة قوي، يا ريت تعيدها لنا تاني يا عادل، اللعبة اللي فاتت دي بتاعت سافيو عشان نعلق عليها. المهم فالنهارده كمان كان في يعني شريف وقفشه كان عندهم برنامج تاهيلي في اطار التخلص من الاصابات المختلفه، شريف يعني عنده اصابه في العضله الضامه، قفشه كان عامل جراحه في جدار البطن هي جراحه الفتاء، فبالتالي نتمنى لهم الشفاء سريعا، هم خلاص يعني خلال ايام ينضموا للتدريبات مع النادي الاهلي. ايوه الكره دي بقى الهدف ده رائع من برونو سافيو، ادي اكرم ما شاء الله بيشارك بشكل كويس جدا واحد العناصر المهمه، بص السحبه دي، بص الشوطه دي حلوه قوي حلوه قوي، يا حاجه مبشره، مش بقول لك بقى ان هو اجمد حاجه في الدنيا ولاعيب جامد وبتاع، نتمنى طبعا ان هو يكون اجمد حاجه في الدنيا باذن الله، واحده واحده عليه بثقه كبيره جدا فيه بمسانده تكون واضحه، لكن واضح ان هو لعيب برازيلي مبشر، برازيلي برازيلي يعني تمام. فهدف كان جميل بصراحه في مران الاهلي النهارده، دوران بالكوره بيهيئها لنفسه بشكل كويس، بيوجهها بشكل جيد في المرمى، فكلها ايجابيات. مش عايز اركز على برونو سافيو بس، اهي الكوره تاني مره ثالثه بقى، بص السحبه اللي خدها دي بالدوران بترقيصه بتوجيه بتهيئه الكوره لنفسه بشكل كويس، الحاجات دي معتادين عليها من اللاعبين البرازيليين. الاهم الاهم انه يكون موفق مع الفرقه باذن الله تعالى ان شاء الله، لكن واضح ان الامور مبشره جدا بالنسبه لبرونو سافيو. بالمناسبه بخلاف اللقطه دي، ده من خلال يعني ما سالنا كتير واستفسرنا والامور في التدريبات ماشيه ازاي، واقرب واحد ليه اقرب واحد ليه في الفرقه هو كهربا، مش عارف ازاي يعني، ما اعرفش كهربا بيجيد اللغه البرتغاليه او حاجه، لكن ممكن يكون الاثنين، كهربا بيتكلم انجليزي شويه، ممكن يكون كمان سافيو بيتكلم انجليزي،
ففي يعني علاقة قوية جدا ما بينهم بدري، ودي حاجة تحسب بالمناسبة لكهربا انه يدخل اللاعب في اجواء الفرقة مباشرة. كهربا كمان بيشارك في التدريبات بشكل قوي، هو واضح ان هو بيشارك بشكل كويس، فالامور كلها باذن الله مبشره بالنسبه لنا، وفي حاله من حالات التفاؤل، وان شاء الله نشوف موسم عظيم للنادي الاهلي، موسم عظيم. احنا عندنا كمان احمد عبد القادر، وعندك لعيبه كتير قوي مميزه، لعيبه كتير جدا يعني. وادي السوليه ربنا يحميهم ويوفقهم باذن الله ويبعد عنهم الاصابات. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي قبل مران الفريق المسائي اللي هينطلق بالمناسبه في تمام الساعه 6:30، يعني بعد ساعة من دلوقتي، عشان يقول لنا كريم كل الأجواء ما قبل هذا المران والأمور آخر التطورات بخصوص الفريق. إيه يا كريم، مساء الخير. مساء الخير عليك الزميل العزيز امير هشام، برحب بيك في البدايه، وبرحب ايضا كمان بكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. الحقيقه يمكن انت بدات طبعا بالاستعدادات والمرحله المهمه جدا، وهي مرحله طبعا البدايه، بدايه الموسم وانطلاقه الموسم، ودي مرحله مهمه جدا بتحتاج كل المجهود وكل التركيز من كل لعيبه النادي الاهلي. المرحله دي هي اللي هتشيل لعيبه النادي الاهلي على مدار الموسم، والتلاحم بقى اللي هنشوفه والامور العديده جدا اللي بنشوفها في المسابقات وبطوله افريقيا والسفر والعوده، فمرحله مهمه جدا طبعا. ويمكن كمان الشيء المبشر والمطمئن بشكل كبير جدا ان اللعيبه بتتمرن بكل قوه امير، بنتابع ونشوف كل اللعيبه عارفه اهميه المرحله دي. يعني يمكن انت اتكلمت على اكرم، يعني ربنا يحرسه يا رب ويحفظه من الاصابات، مجهوده وروحه واصراره اللي بنشوفه في التدريبات، متعطشين ان احنا نشوف المباراه يوم الاربعاء تحديدا عشان نشوف اكرم ونشوف اخلاصه الكبير جدا طبعا المباراه الوديه طبعا اللي بنتكلم عليها. برونو سافيو الحقيقه يعني اللي انت شايفه على الشاشه في التوقيت البسيط جدا ده امير، ده يدل على ان في انسجام سريع جدا، وده يرجع الحقيقه لعيبه النادي الاهلي واوضه اللبس. اوضه اللبس يمكن عليها عامل كبير جدا، نجاح التيم الكبير جدا بيكون من اوضه اللبس. الاحتواء الكبير جدا اللي بنشوفه، يمكن الامور الخاصه بين اللاعبين، الثنائيات كهربا برونو، كل اللعيبه بتحاول ان هي تدخل شادي وبتدخل مصطفى سعد ميسي وبتدخل برونو للاجواء على طول مع فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي اي حد بيكون متواجد فيه بينجح، لان انت معاك كوكبه من النجوم الكبار تقدر ان هي تساعد اي لعيب يكون وافد على النادي الاهلي ان هي تدخله على طول في الاجواء الخاصه باللاعبين. لسه منتظرين ايضا كمان نشوف يعني الجوده بقى في الملعب والكوره وكل الامور الخاصه طبعا بكل الوافدين الجدد، ويمكن ان شاء الله باذن الله عندنا امل كبير جدا فيهم، لان اللي هيلبس تيشيرت النادي الاهلي عارف قيمه النادي الاهلي وطموح جماهيره الكبيره جدا. فرهنا الحقيقه على كل لعيبه النادي الاهلي، وتحديدا كمان الصفقات اللاعبين الوافدين الجدد اللي ان شاء الله باذن الله يكونوا اضافه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي. انت عارف طبعا يا امير التدريب الصباحي اللي انتهى، لعيبه النادي الاهلي في هذا التوقيت متواجدين في ملعب مختار التتش، لكن في الغرف كل بيتابع طبعا المباراه الخاصه طبعا بالاتحاد المنستيري وايضا كمان جيش رواندي، وعلى ما اعتقد يمكن الاتحاد المنستيري متقدم بهدفين لم يكن ازيد بالنسبه لهذه اللحظات، فيمكن كل الامور دي الراجل بيحاول يخلي اللعيبه تتفرج بشكل عملي، وبعد كده يكون طبعا في هايلايتس وفي محاضرات بالنسبه طبعا للفريق الفائز، ومن بعدها التدريب ممكن يبدا 6:30 او 7، يمكن ده اللي احنا طبعا بنحاول ان احنا نشوف معلومات طبعا، بنجيب معلومات طبعا من داخل ملعب مختار التتش. كل الامور دي يعني ان شاء الله باذن الله تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. هتلاعب الجيش، هتلاعب المنستير، خلاص انت بادئ البطوله، ان شاء الله تعود البطوله من جديد لدولاب بطولات النادي الاهلي بالجديه الكبيره جدا، بالجهاز الفني المميز الرائع اللي الحقيقه بيسيب شايفين بصمه امير، شايفين كولر وتحركاته، ويمكن تعامله الفردي الامر ده مهم جدا، بيتعامل فردي مع اللعيبه بشكل كبير جدا، ما بيزهقش، بيكلم لعيبه واثنين وثلاثه، وده امر مهم جدا. الحقيقه ايضا كمان الجهاز الفني بالكامل عنده الدور وعنده الاخلاص، شايفين ان كل الناس عايز تعمل اي حاجه للنادي الاهلي، كل الناس عارفه ان المرحله مهمه جدا، فيا رب ان شاء الله المجهود الكبير اللي بيبذل من لعيبه النادي الاهلي في فتره الاعداد، الجهاز الفني ايضا كمان مجلس الاداره اللي بيوفر كل الامور، الراجل بيطلب بعض الامور بتتوفر وبيتم تحضيرها، لان انت عارف المرحله دي مهمه جدا زي ما اكدنا، مرحله التاهيل مرحله اولى زي ما قلنا ان شاء الله بالنسبه لهذه الفتره، ثم مرحله ثانيه للمعسكر المغلق ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه في شهر 11، لكن الامور مبشره جدا يا امير. بنعمل ان شاء الله مع مرور الايام تنطلق يوم الاربعاء باذن الله بالمباراه الوديه اللي كل جمهور النادي الاهلي متعطش بشكل كبير جدا ان هو يشوف لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله تكون مباراه جيده، تكون كل المباريات فيها جرعه تدريبيه مفيده جدا للعيبه النادي الاهلي، ورب ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل لفريق النادي. احنا مستنيين ماتش يوم الاربعاء ده كانه ماتش رسمي يا كريم، يعني كل جمهور الاهلي بصراحه عايز يشوف الفرقه، كل عايز يتفرج، الاهلي وحشنا بشكل كبير جدا، فان شاء الله باذن الله تكون المباراه مذاعه. لسه يعني مفيش قرار نهائي بالجانب ده، وهو قرار بيخص كولر نفسه، هو اللي قرر يعني حاجه زي كده، لكن في كل الاحوال نتمنى ان المباراه تكون موجوده، وعشان جمهور طبعا وحشه النادي الاهلي. لكن يا كريم انت اتكلمت في اكتر من جزئيه مهمه، وانا عايز استغل تواجدك معايا في الحقيقه واطلع على كل تفصيله بتخص الفرقه. بدايه اتكلمت على اكرم. اكرم احنا عارفين اصابه الرباط الصليبي دايما من الاصابات الصعبه والرخمه جدا في كره، في لغه الكوره يعني، في الحقيقه يعني، ومشكلتها في الدماغ اكتر ما في مكان الاصابه،
لان انت ممكن يكون عندك وسوسه خايف تتعرض للاصابه مره تانية، كلام من ده. ازاي اكرم توفيق بيقدر يتغلب على الجانب النفسي ده بخصوص اصابه الرباط الصليبي، وهل مأثر عليه شويه في الملعب ولا كان شيئا لم يكن بالنسبه لاكرم؟ يعني هي نقطة مهمة جدا الحقيقة أمير، أنت عارف طبعا يعني الحالة النفسية لأي لاعب يتعرض للإصابة هي دي اللي بتطول فترة الإعداد وبتطول رجوعه للملعب أو بتأثر رجوعه من الملعب. طبعا أكرم الحقيقة يعني قريب من ربنا جدا ولاعب متدين وعارف ربنا سبحانه وتعالى، والراجل يمكن التزم بشكل كبير جدا الفترة اللي فاتت، سواء في طبعا هو يعني نقدر نقول لو ربنا شايل له خير إن شاء الله، زي ما بنقول إن المتولي إن ربنا شايل له خير، ربنا شايل خير لأكرم لأن الراجل التزم تقبل طبعا الأمر بكل رضا، ويمكن ربنا ساعده كمان إن هو يرجع في فترة. خلي بالك الصليبي بيطول شوية، يعني في لعيبة تقدر إن هي تطول شوية لأن خلاص ده بنيانه العضلي ويمكن كل الامور طبعا البرنامج واحد الخاص هنا والبرنامج الخاص هنا، لكن الامور ساعات بتطول شويه بعض اللعيبه، لكن اللاعب اللي بيبقى عنده اصرار، اللاعب اللي يمكن عنده القوه والعزيمه وقرب من ربنا، والراجل يمكن بيطبق كل البرنامج على اكمل وجه، ده امر مهم جدا. والحقيقه يمكن اكرم التزم بهذا الامر، كمان الجو العام اللي حواليه، وزي ما بقول لك مميزات لعيبه النادي الاهلي، انت عندك لعيبه كتير جدا تقدر تطلعك من اي جو، تقدر تطلعك من اي امور، من اي هم، الاصابه اللي بتطول، اصابات الصليبي، كل الامور دي بتكون صعبه شويه، وامثالها طبعا محمود شفناه، متولي كمان يمكن اصابته كانت طويله، لكن اكرم الحقيقه لمسين بشكل كبير جدا، راجل متعطش ان هو يكون متواجد لفريق النادي الاهلي، ويمكن لو نتذكر امير قبل انتهاء الدوري الراجل كان عايز يشارك، الراجل كان عايز يكون متواجد، فيمكن دي اشاره مهمه جدا، يعني ربنا يحرسه بصراحه اكرم توفيق. عشان كده بقول لك محتاجين ان احنا نشوف لعيبه النادي الاهلي عشان نشوف اكتر من لاعب، نشوف اكرم وبرونو وشادي ومصطفى سعد ونشوف محمد شريف تاني، قفشه كل اللعيبه الحقيقه اللي خدت فتره طويله جدا من الراحه، محتاجين ان احنا نشوفها الفتره اللي جايه تدريجيا طبعا مع المباريات. النتيجه مش مهمه بالنسبه للمباراه على قد ما تكون الاداء والتكتيك، كل الامور الخاصه اللي بتنفذ طبعا فيها تدريبات ان هي تطبق على ارض الملعب. ربنا يحفظ لعيبه النادي الاهلي كلها، وربنا يمكن يكمل هذه المرحله بكل الجهد وبكل الجديه الكبيره، يعني لعيبه النادي الاهلي يكون في استفاده كبيره جدا، لان المرحله اللي جايه هي الاصعب ان شاء الله باذن الله مع فريق النادي الاهلي، بدايه من البطوله الافريقيه. يا رب ان شاء الله باذن الله يحافظ على لعيبتنا وتفضل الجديه اللي احنا شايفينها والحماس الكبير والروح الكبيره اللي شايفينها مع الجهاز الفني اللي مدينا تفاؤل كبير جدا يا امير. طيب كريم، عايز اسالك سؤال اخير، وهو بخصوص اللاعبين اللي كانوا واخدين راح على مدار فتره كبيره جدا فاتت وكانوا مجاهدين بشكل كبير قوي، هل في نوع من انواع الانتعاشه يعني خلال التدريبات بخصوصهم، وحشهم الكوره، وحشهم الملعب، وحشهم التدريب، الكلام من ده، فرق معاه الراحه فرقت معاهم يعني ولا لا؟ بالتاكيد طبعا يا امير، يعني انت عارف مواسم عديده جدا ما بتاخدش غير يوم او اثنين او ثلاثه، وتبدا بعد كده بدوافع جديده، بفكر جديد، بتحضير ذهني بدني بالنسبه للمواسم. لا اقدر اقول لك كل اللعيبه اللي خدت فتره راحه الفتره اللي فاتت، باينه في الجري، باينه في السبرنتات، باينه في كل الامور دي، لا اللعيبه عندها التعطش الكبير وخلاص متعطشه ان هي تدخل خلاص بقى في جو المباراه وفي جو التدريبات. انت عارف اما بتتدرب بشكل يومي يا امير، مباراه بشكل يومي، الامور بتكون صعبه شويه، اما بتبعد شويه بيبقى عندك الاشتياق الكبير جدا لفريق النادي الاهلي، اشتياق مباريات، للتدريبات، الاوضه، هنكلم مين، هنعمل ايه النهارده، للتدريب، المربعات، طبعا كل طبعا الامور اللي احنا بنشوفها طبعا في التدريبات. ففتره كانت مهمه جدا، يا رب ان شاء الله باذن الله الفتره يمكن لعيبه النادي الاهلي اللي خدت فيها راحه طويله جدا يكون مردودها كبير جدا في فتره الاعداد، كل واحد يطلع اللي عنده، لان انت داخل على مرحله مهمه جدا ومش هتلاقي فتره كبيره جدا خلاص الفتره اللي جايه زي الفتره اللي اللعيبه خدتها بالنسبه للراحه. فيا رب ان شاء الله باذن الله كل اللاعبين، الجهاز الفني بالكامل، كل اللعيبه تقدر ان هي هذه المرحله تستفيد بشكل كبير جدا من البرنامج الموضوع. يمكن ناس كلمت قالت ان المعسكر ينتهي يوم الخميس، انا بقول لك امير المعسكر ممتد ليوم الاثنين، ناس كتير كويس جدا قالت ان المعسكر خمس ايام فقط لغير، لا المعسكر ممتد ليوم الاثنين، يمكن هو يوم الجمعه بس اللي هيكون راحه للعيبه النادي الاهلي، يوم السبت والحد والاثنين ايضا كمان هتكون تدريبات. فواضح ان البرنامج اللي موضوع برنامج شاق جدا، لكن ثقتنا كبيره جدا في كل اللعيبه، يا رب يحافظ عليهم ان شاء الله، وبعد هذه فتره الاعداد نبدا بقى نخش في الكوره وتدريبات الكوره ونرجع من جديد ان شاء الله للانتصارات واسعاد كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا. في الحقيقه كريم زميلنا المجتهد مراسل قناه الاهلي اللي كان معانا من خلال مداخله مهمه جدا، قال لنا فيها كل التفاصيل اللي بتخص الفرقه عن لاعب لاعب كمان، فبنشكره شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. يا ريت بس قبل ما اطلع الفاصل يا عادل هات لي لقطه الهدف بتاع كهربا في المران واللقطه بتاعت اكرم مع ياسر ابراهيم، بس دي اعرضها مره واحده بس عشان ياسر ما يزعلش، لكن احنا عايزين نطمن الجمهور على اكرم. طبعا ياسر لعيب كبير جدا جدا، واحد ابرز المدافعين في الكره المصريه. لقطتين مهمين نقدر نستشف من خلالهم حاجات كتير جدا، اول حاجه الجاهزيه الفنيه والبدنيه،
بشكل مبدئي، واللي يقدر يحكم طبعا اكتر وادرى مننا بكتير هو الجهاز الفني وبالتحديد كولر المدير الفني للفريق. لكن انت تقدر تطمن بشكل كبير لما تشوف لقطات زي دي مميزه، تعرف تشوف كده اللعبه جاهزه ولا لا، في حماس ولا لا. لو نقدر نعرضهم مره كمان قبل ما يطلع الفصل. ايوه كده، الله ينور عليك. ادي حماس اكرم مع برونو سافيو مع ترقيصه واحده كده لياسر ابراهيم، بس ما تعدهاش تاني بقى عشان ياسر ما يزعلش، ويبقى يعني نطمن على اكرم بشكل كبير بالتحديد لانه راجع من اصابه كبيره يعني وقويه وفتره طويله، فدي حاجه ايجابيه تطمننا بشكل كبير. الهدف برضو بتاع كهربا في تدريبات اكيد بيعكس مدى جاهزيه اللاعب ومدى حماسه لمرحله جديده ان شاء الله يكون موفق فيها مع الاهلي. برضو الهدف هو، انا بحاول دايما اعرض لكم الحاجات اللي بتعجب الجماهير، اللي الجماهير تبقى عايزه تشوفها. ادي كهربا مكمل وشايط في الجون وواضح انه جاهز واقف على رجله وكان بيتمرن خلال الفتره اللي فاتت، فكلها امور مبشره ان شاء الله يكون التوفيق حليفهم في الموسم الجديد. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل. استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية، تعالوا نشوف ترند الاهلي واهم واخبر واهم ابرز الاخبار على الصفحات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا، ونبتدي باليوم السابع وبيتكلموا على ان كولر بيطلب من جهاز الاهلي مراقبه مباراتي الجيش الرواندي واتحاد المينستيريو. اكيد الاهلي هيتابع الماتش اللي بيتلعب في اللحظات دي وانا بتكلم معاكم، ويقف على نقاط القوة والضعف للفريق المتأهل لملاقات النادي الأهلي في دور ال 32، وأكيد في اهتمام كبير جدا بالمباراة. وزي ما قال لنا كريم يمكن الناس بتتابع الماتش، عشان كده المران هيكون الساعة 6:30 مش الساعة 5، فمجرد انتهاء المباراة ما هنشوف مران النادي الأهلي المسائي يعني. اليوم السابع بيتكلموا على أن علي معلول يطير إلى تونس لمواجهة البرازيل وجزر القمر. وبالمناسبة يعني النادي الأهلي بيفقد 8 لاعبين في المنتخبات الوطنية المختلفة، سواء منتخبنا الأول والمنتخب الأولمبي أو حتى منتخب تونس ومنتخب مالي. امبارح سافر ديانج، النهارده سافر معلول، فعشان كده مش موجودين في التدريبات مع الفريق، ونتمنى لهم التوفيق يا رب إن شاء الله. محدش يتصاب خالص يعني، سواء مع المنتخبات المختلفة سواء هنا هنا أو هنا، المهم يرجعوا لنا سلام بإذن الله تعالى في مرحلة مهمة جدا هي مرحلة الاستعداد للموسم الجديد. طيب خلينا نروح لخبر آخر، وده من المصري الرياضي، ويعني ان الكابتن سامي قمصان بيشيد بمستوى حسام حسن خلال اعداد الاهلي. يعني هو حسام حسن واحد من المهاجمين المميزين جدا، يمكن ما كانش موفق مع الاهلي بشكل كبير الموسم اللي فات بسبب عوامل مختلفه، سواء بخصوص مثلا موسيماني ما كانش بيشركه اصلا، ولما كان بينزل كمان حسام حسن فبالتالي كان بينزل بياخد دقائق قليله فما كانش موفق بشكل كبير، فنتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله حسام حسن. طيب خلينا نروح الفاصل الاول، بعد الفاصل نرجع نكمل بعض الاخبار في ترند المحلي. استنى. طيب خلينا نكمل اهم الاخبار في ترند الاهلي، ونروح لحساب مبتدا على تويتر، واللي بيتكلموا على ان او علن عن تصريحات لمدرب بوليفار بخصوص برونو سافيو. قال لك لديه قدره وبراعه على تسجيل الاهداف واللعب في اكثر من مركز بالهجوم، وسيكون نقله كبيره في مشواره الكروي، وتوقع نجاحه مع الاهلي. كمشجع اهلاوي هل تتوقع نجاح البرازيلي؟ هم هنا يعني بيسالوا سؤال او بيطرحوا سؤال على جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله كلنا متوقعين نجاحه، وان شاء الله باذن الله يكون موفق مع الفريق، لكن واضح ان هو عنده امكانيات مميزه جدا، المهم ان هو يقدر يسخرها لصالح الفرقه بشكل جماعي. طب تعالى بقى للخبر ده كده بسرعه. كره 11 وحسابهم على تويتر قال لك ايه؟ بسبب صفقه حارس المرمى كولر يدخل في اول صدام مع لجنه التخطيط في الاهلي. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني لحق يدخل في صدام الراجل بقى له اسبوع، لحق يدخل في صدام اي نمشي هيمشي يعني هيمشي هيمشي بقى كولر ده، هو لسه ممكن ما حفظش طريق وهو رايح النادي اصلا، يعني لسه مش عارف حاجه الراجل. بيطلع على تقاريره واكيد بيتابع الامور بشكل كويس، وبدايته مبشره جدا بخصوص التدريبات وبخصوص بعض الامور الاداريه والقرارات المهمه والسيستم اللي بيطبقه للفريق الاول لكره القدم. لكن يا جماعه ده كلام مش منطقي بصراحه، يعني صدام ايه اللي يدخل فيه كولر بخصوص حارس المرمى؟ بيقول لك اصل محمود جاد انبي موافقين ان هو يمشي. طب مال انبي يوافقوا على محمود جاد يمشي ومال الاهلي بالموضوع؟ الموضوع مش ملوش علاقه بان لعيب بارز مميز وحارس كويس جدا زي محمود جاد طالما هيمشي يبقى تجري تجيبه وانت مش مقيم الحراس اللي عندك. لا، مش الاهلي اللي بيعمل كده، الاهلي اكيد عنده حراس كويسين جدا طبقا للمعلومه اللي عندي. الاهلي لن يدعم في هذا المركز باي اسم، لكن انت بقى عايز توصل رساله معينه بطريقه او باخرى، ده كلام غير مقبول، مش هنسمح بيه بصراحه. كولر ايه اللي في صدام مع لجنه التخطيط ولا مع النادي ولا حاجه؟ غريبه قوي يعني. يعني حتى لما تيجي عايز تحبك حاجه
مع احترامي الشديد لاي حد من زملاء الاعزاء وعندك توجه معين حاول تسيغه بشكل صح واصبر شويه تعدي فتره وبعد كده بقول بقى في خلافات ومش في خلافات وصدمات وكلام من ده. ماشي، ده خبر من الاخبار يعني. خلينا نروح لتفاعل حضراتكم على سؤال حلقه النهارده ورايكم في قرار كولر بتطبيق نظام اليوم الكامل. نروح لاحمد سامي، قال لك قرار جيد جدا يا كابتن، احنا جمهور الاهلي داعم للكيان وقرار المدير الفني ايا كان اسمه المطلوب اننا ندعم او ندعي بالتوفيق وتصحيح الاخطاء اللي هي طبيعي تحصل في اي فريق. تحياتي، تحياتي ليك يا ابو حميد. خلينا كمان نروح لمحمود كركر، ماشي، قال لك قرار جيد جدا عشان يقدر يتعرف على اللعيبه كويس عشان ما فيش وقت والاهلي داخل على ملحمه، كل الدعم للجهاز الفني واللعيبه والاداره. ماشي، خلينا كمان نروح لتعليق اخر من خلال ابو حسيبه، واللي قال قرار سليم يحثوا على الجديه والالتزام، كل التوفيق لنادينا الحبيب، ان شاء الله الاهلي يكون موفق. ناخد كمان تعليق من عمرو منصور خليل، قال نظام اليوم الكامل الاحتراف كما ينبغي، رساله قويه للجمهور واللاعبين، التركيز والعمل والعرق شعار المرحله. من ضمن كمان التعليقات محمد جمال قال ايه، قال كولر لديه الخبره الكامله للفتره الحاليه وهو شايف ان النظام ده مناسب بعد فتره الراحه الطويله للاعبين من اجل استعاده المستوى الفني لهم. ربنا يوفق الجميع لمصلحه نادينا الحبيب ان شاء الله يا محمد، الاهلي يكون موفق في الموسم الجديد من خلال هذه الفتره الخاصه بالاعداد اللي ان شاء الله باذن الله تكون مناسبه جدا لموسم هيكون قوي وشاق على مختلف الاصعده سواء على الصعيد المحلي او حتى على الصعيد القاري. ده كان تفاعل حضراتكم معانا من خلال حلقه النهارده، ودي كمان كانت حلقتنا. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.